للمزيد ينضم إلينا من نينوى مراسل التغيير محمود الجماس. أهلا بك محمود. إذن اليونسكو توقف العمل بمشروع جامع النوري الكبير بسبب ظهور المخلفات الحربية، هل لا تزال يعني الفرق المختصة الأجهزة الأمنية يعني تحيط في المنطقة، وإلى متى تستمر يعني إن كنت تملك المعلومات عمليات التطهير؟ نعم زميلتي، كل التحية لك ولمشاهدي التغيير. هذه العبوات الناسفة اكتشفت في الجدار الجنوبي للمحراب داخل الجامع النوري الكبير قبل 3 أيام أو 4 أيام، 3 أيام بالتحديد، عددها 5. واحدة منها نجحت القوات العراقية أو الجهد الهندسي ومكافحة المتفجرات بتفكيكها، فيما بقيت 4 متصلة ببعضها يجري العمل على تفكيكها. الأجهزة الأمنية هي التي طلبت من كوادر اليونسكو ومفتشية الآثار إخلاء الموقع كإجراء احترازي بسبب طبيعة التعامل مع هذه المخلفات الحربية الغير نظامية إن صح التعبير، لأنها متروكة منذ زمن طويل فقد لا يمكن التكهن بما سيحدث. إخلاء الموقع كان إجراء احترازي، أما الحياة في محيط الجامع سكان المنطقة المجاورة قبل 48 ساعة كان يوم التراث العالمي بالقرب من الجامع بحضور فنانين. هل يعني هذا محمود بأن المواطن اليوم يعني غير خائف من هذه الأنباء، هو اليوم ربما مطمئن يعني بفعل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها؟ يعني زميلتي، الموصليين من بعد التحرير تعايشوا مع وجود المخلفات الحربية. يعني لو تلاحظين خلفي هنالك أنقاض ما تزال ترفع، هذه الأنقاض من أنقاض الحرب، من العمارات المدمرة. الكثير من هذه الأبنية ما تزال هنالك بعض المخلفات كعبوة ناسفة أو قنبرة هاون وما شابه ذلك. الناس يعني اعتادوا على هذه المشاهد في السنوات ما بعد التحرير. في أذكر مثل في عمليات التنقيب تحت الجامع النبي يونس وفي تل التوبة أيضا ظهر برميل كبير مفخخ وأخلي الموقع وتم تفكيكه وعاد العمل مرة أخرى. وعلى هذه الشاكلة يعني كل ما يكون هنالك عمليات إعمار، المدنيين العاديين عندما يرفعون الأنقاض من منازلهم في الموصل القديمة أحيانا تظهر أحزمة ناسفة، عبوات، هذه المخلفات الحربية يعني هي تركة حرب ثقيلة تركها الإرهاب. موقع الجامع تم تطهيره قبل أن تستلم اليونسكو الموقع للعمل به، لكن كان هنالك جدار مبني هو ما أعاق أو يعني ستر على وجود هذه العبوات الناسفة ولم تلاحظها مكافحة الألغام. طيب هل أعلن عن عمليات فحص إضافية إذن محمود من قبل الفرق المختصة؟ شكوك موجودة ربما حول وجود أو إخفاء مزيد من هذه العبوات وراء أكثر من جدار ربما؟ يعني الموقع هو مطهر بشكل كامل باستثناء هذه العبوات التي اكتشفت خلف هذا الجدار المبني، ولولا الجدار لاكتشفت ايضا، اما باقي الموقع يعني هو مطهر بشكل كامل. المناره بداوا باعاده بنائها والصعود بها تدريجيا، الكثير من القطع الاثريه تم ترقيمها وتجميعها. يعني عموما الموقع نظيف بشكل كامل، لكن ظهور هذه كان مفاجأة بسبب وجود هذا الجدار. يعني المصادر المطلعة من الآثار كشفت لنا أنها ترجح عدم وجود مخلفات أخرى، وقالت أن العمل سيستأنف بصورة مباشرة بعد الانتهاء من رفع هذه الأربعة المتبقية. هنالك حذر بالتعامل معها لأنها ملتصقة واحدة بالأخرى بحسب المعلومات وبحسب ما كشفت عنه اليونسكو. يعني حتى الأوزان، لم نكن نمتلك الأوزان، اليونسكو هي من أفصحت عن الأوزان في بيانها ومعلوماتها، لكنها يعني عبوات كانت معدة لتفجير الجامع وتدميره، لكن بعد التفجير يبدو أنها لم تنفجر بسبب خلل في الأسلاك أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. مراسل التغيير من نينوى محمود الجماس كنت معنا.